بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة الذكرى 51 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. نعم، وعبر جلالته في البرقية عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية، مشيدا جلالته بمسيرة الإنجازات التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات والميادين، وبالمكانة الرفيعة التي حظيت بها وسط المجتمع الدولي، متمنيا جلالته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادة سموه الحكيمة. وأعرب جلالته عن بالغ اعتزازه بأواصر عمق العلاقات الأخوية الحميمة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في إطار ما يجمعهما من علاقات استراتيجية متميزة وصلات وثيقة راسخة، مؤكدا حرص جلالته الدائم على تعزيز وتطوير هذه العلاقات المتجذرة التي أرسى دعائمها الآباء والأجداد على تعاقب حقب الأزمان بين القيادتين والشعبين بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والنفع عليهما. كما بعث صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.